برحب بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر، وفقرتنا الحوارية الأخيرة مع واحد من نجوم النادي الأهلي البارزين الحقيقة اللي قدروا يحققوا إنجازات مع النادي الأهلي، وحصدوا طبعا مع الفريق إنجازات كثيرة جدا. واحد من الجيل التاريخي اللي ضم عدد كبير من النجوم، كان طبعا على رأسهم الأسطورة محمود الخطيب. معانا النهاردة في الفقرة دي نجم النادي الأهلي السابق والمدرب القدير كابتن محمد عامر، علشان نتكلم عن مشوار الأهلي الإفريقي، مباراة مرتقبة للأهلي مع الإسماعيلي في مشوار الدوري، وغيرها من الأمور المهمة الكثيرة التي تخص النادي. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك. منورنا. الله يبارك فيك. الله يخليك كابتن هاني. يعني مبسوط إن أنا معاكم النهاردة. إحنا سعداء بوجودك يا كابتن معانا، قيمة كبيره جدا. الله جدا الله، وسعداء دايما بتكون معنا في البيت الكبير، يعني حلقه مميزه وفقره مميزه. دايما اقول البيت الكبير بيجمعنا، كل يجمعنا الاهلي يجمعنا. هو البيت الكبير، هو البيت الأهلي الكبير صحيح. وبيت الاهلاويه النهارده طبعا جمهور الاهلي يثق بكم، ده الاول هاشتاج على ترند طبعا. فالنهارده بنتكلم عن جمهور، لا زي ما كنا بنتكلم كده قبل الفاصل وفي الانترو، ان جمهوره ده حماه، هو السند والداعم الرئيسي الاول والاخير جمهور النادي الاهلي. النهارده هاشتاج رقم واحد على تويتر: جمهور النادي الاهلي يثق بكم. فدي رساله مهمه جدا جدا. ممكن نبدا حديثنا بالموضوع ده؟ طبعا ده مفيش اهم منه، مفيش اهم من جمهور النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي ما كانش بيحضر المباريات دلوقتي في الاستاد بالفعل، لكن على السوشيال ميديا وبيساند الفرقه على السوشيال ميديا. يعني كان من فتره كان فيه هجوم على راس حربه مروان محسن. وانا حتى عملت بوست عشان يعرفوا ان واحد من ولاد النادي الاهلي بيساندوا، واحنا لازم نسانده لان ده ابننا. النهارده اهوت في الماتش بتاع امبارح جاب هدف، والهدف ده لو ما كانش جه ما كناش كنا طلعنا مغلوبين. النهارده الاتحاد الافريقي مختاره من ضمن اربعه اخرين اجمل هدف. الاتحاد الافريقي النهارده بيعلن عن اجمل خمس اهداف في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا، منهم مروان محسن. بالظبط. فاحنا طبعا الموقف اللي احنا فيه او اللي احنا حطينا نفسنا فيه محتاج الدعم من الجمهور ومن اعلامنا، لان احنا في افريقيا بنمثل مصر كلها، مش بنمثل النادي الاهلي بس. فالجمهور فعلا اكبر داعم لينا واكبر داعم لفرقتنا ان احنا نكمل المشوار. ولسه المشوار احنا الامل موجود فيه ان شاء الله باذن الله بعد مباراه امبارح. فيعني دي يعني انا مع وتعودنا عليها كابتن. يعني احنا عارفين، احنا اولاد النادي الاهلي عارفين ان دايما جماهيرنا، بالرغم في الفتره الاخيره يمكن السوشيال ميديا دخلوا بعض الغرباء عن النادي الاهلي او سياسات النادي الاهلي او مبادئ النادي الاهلي، وبيعملوا نفسهم منتمين للنادي الاهلي، وبالتالي في نوع من انواع الشوشره شويه. لكن بنتكلم على جماهير النادي الاهلي اللي بتحبه دايما تبقى سبورت ليه كمان في المواقف الصعبه. أيوة مفيش شك يا كابتن ان احنا في موقف صعب، خلينا نتكلم بكل امانه. طبعا يعني طبعا احنا في موقف صعب، لكن من الموقف صعب دوت دايما ان شاء الله بتيجي البطولات. نتكلم على الموقف الصعب وبداياته يمكن، والثلاث مباريات في البطوله الافريقيه. بدانا مباراه المريخ، اداء جيد في الشوط الاولاني لكن التهديف في الشوط الثاني. نتكلم على مباراه سيمبا، اداء سيء بكل امانه والنتيجه سيئه. طبعا احنا لكن شفت مباراه امبارح بيتا كلوب ازاي من منظور الكابتن محمد عامر اللعيب وكمان مدير فني على مستوى رائع. يعني بص، هو اللعيبه امبارح كان في ضغط بسبب مباراه سيمبا الاولانيه. يعني احنا اتغلبنا في سيمبا، وانا اعتقد ان سيمبا مباراه سيمبا يعني كان ممكن تطلع الدرون، كان ممكن ان احنا نكسب برضه فيها، لكن احنا ما اديناش الاداء اللي هو يوصلنا للمكسب او للدرون. صحيح. فالضغط اللي اللعيبه كانت فيه ان احنا جايين مغلوبين ومستعجلين من هناك ان احنا نلعب، عايزين نلعب الماتش بكره عشان نعوض. واعتقد ان احنا يعني حصل كلام كتير قوي ان احنا يعني كلنا كنا بنقول
بنقول الهزيمه دي كانت يعني هزيمه دي كانت للنادي الاهلي بتحفز اللعيبه وهتخلي اللعيبه هتخلي اللعيبه تعرف ان الله حق وده الم على وشها لان ما يتهاونش في الـ في الـ في, الـ في المباراه القادمه. فجت مباراه امبارح كان في تركيز اكتر من اللازم. يعني انت عارف لما بتبقى بتمسك كوره او بتجيلك الكوره عاوز تضمنها قوي ما بتجيبهاش. انت يعني في كام كوره جم لقفشه بالذات كان عايز الفرصه الاخيره واحده في الشوط الثاني وقفها لو وهي جايه خدها فيرست تايم. انت عارف الكوره لما بتلعب فيرست تايم ما حدش بيعدل موقفه ما حدش بيعدل وضعه في وقفه او في المدافعين طبعا بيبقى وضعهم الفرص اللي ضاعت امبارح اولا النادي الاهلي لعب مباراه جيده جدا والمستوى الاداء كان جيد جدا. كان في ناس فوق العاده كان مستواهم عالي جدا. قفشه كان في اجاييه يعني كان في يعني ايمن اشرف ونقله من سيرد باك لباك ليفت وان كان برضه هو غلط في حته ان الراجل فات منه في الجول اللي دخل فينا. لكن كان في افراد على يعني مستواهم فوق العاده كمان. فكون ان احنا نضيع هذه الاهداف ومفيش توفيق لا نلوم جهاز فني ولا نلوم لعيبه لان احنا اللعيب اللي بيضيع يعني في منظور الناس اللي هي مش فاهمه قوي يقول لك اللعيب اللي بيضيع ده ايه ده انت جايب لنا. بالعكس انا بقول ان الفرد اللي بيضيع ده بيحط نفسه في اماكن صح كتير بيحط نفسه في الاماكن اللي تؤهله ان هو يسجل. لكن في توفيق وعدم توفيق في شغل تخصصي بقى يعني للفرود ده مع المهاجمين بس ده ينطبق كلام حضرتك ده على بواليا. يعني احنا ملاحظين في الفترة الأخيرة ديت انه في حالة من عدم التوفيق جدا وامبارح باتت بشكل ملحوظ يا كابتن عامر. يعني مع بواليا انا عايز اقول لك بواليا ده 100 مرة بواليا دوت لعيب كويس جدا وهينفع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. هو محتاج يبقى في الملعب. ايه اللي حصل لبواليا؟ هو مش موفق لسه الأفارقة بياخدوا وقت على بال ما يندمجوا مع الفرقة، خاصة ان هو جاي من فرقة صغيرة لفرقة كبيرة تاخد بطولات. يعني وهاني يعرف الشعور دوت. لما احنا كنا فين؟ انا كنت في كفر الشيخ وجيت النادي الاهلي ضغوط في فرقه مختلفه خالص والعزيمه والرغبه والاسم والدوافع وكل حاجه اتغيرت عشان انا بلعب في فرقه هي وان واي بتلعب على بطوله ما بتلعبش على مركز تاني ولا او بتلعب على مركز ومتفوكس عليها طول الوقت الاهلي. فهو محتاج بس ان موسيماني وده انا باخده على موسيماني ان هو بيخرجه. يعني انا يعني الماتش اللي جاي الاسماعيلي انا عاوز يلعب يبدا بيه ويلعبوا الماتش كله حتى لو وحش سيبه في الملعب في ساعات